يعني الكلام التقيل بتاع الفسيولوجي بتاع الامنوريه بتاع الفيرتيلتي الكلام ده خلاص مشكلين. اللي جاي كله عباره عن مواضيع سهله بسيطه بس مهمه جدا. تنزل نظر زي البيوبرتي زي المنوغوز حاجه زي الانتر سكس مش وارد قوي انها تنزل نظري بس اخر تسير فيها شفوي. تمام، نبدا الاول باول حاجه عندنا وهي البيوبرتي. هنعرف يا ولادي يعني معنى كلمه البيوبرتي وهنعرف السؤال النظر اللي بيجي فيها عباره عن ايه. بيقول لك دكتور البيبرتي ده عباره عن ترانزيشن مرحله مؤقته بين التشايلد هود وبين الادلت هود، مرحله مؤقته بين الطفوله يا جماعه وبين مرحله الادلت هود. لو انا جيت يا جماعه اقسم عمر البنت هكتشف ان عند سن من 9 الى 13 سنه بيبدا يحصل عند البنت مجموعه تغيرات دي اللي بنسميها البيبرتي. قبل كده يا ولاد قبل سن 9 سنين البنت دي كانت طفله. الفتره اللي هي قبل سن 9 سنين يا ولاد دي بنسميها فترة التشايلد هود، فترة الطفولة عند البنت. بعد كده بتبدأ تدخل معايا في مرحلة تانية اسمها تشايلد بيرنج بيريود. بدل ما بقيت طفلة ابتدت انك تقدر تشيل طفل، ابتدت ايه تحملي وهو الكلام ده كله. وبتمتد مرحلة التشايلد بيرنج بيريود يا ولاد لحد قرب سن الخمسينات. يعني متوسط العمر اللي بيبدأ يحصل فيه منغوص هو عمر 51 سنة. طيب بعد كده يا ولاد سن المنغوص. دي المراحل العمريه الاساسيه يا جماعه في عمر اي ست ايه ربنا خلقها. تمام، تبدا حياتك لسه طفله صغيره تبدا تكبر لحد ما توصل لمرحله البيوبرتي. عند مرحله البيوبرتي دوت يا ولاد يعتبر الترانزيشن. تمام، الفتره من التشايلد هود للفتره الادلت هود اللي البنت هتبدا تقدر ايه تكبر وتحمل وتخلف. دكتور انت ليه بتقول لي الكلام دوت؟ سيبكم يا ولاد من الكلام الموجود في الكتاب، انا عايزك تبقى فاهم ايه هي الحكمه الالهيه من التغيرات اللي بتبدا تحصل. دكتوره هو انا لما بقول لك ان بنت هتدخل في مرحله التشايلد بيرنج بيريود مش معنى كده ان انا في عندي يطرس في المنظر ده كده يا ولاد في عندي بيبي موجود في بطن الام؟ طب ارجع بقى للفيزيك بتاعك الكلام اللي مستخدم. العيل ده يا جماعه كان بيتنقل له امينو اسيد وكالسيوم وايرن عن طريق اكتف ترانسبورت. يعني العيل ده كده كده هيبدا ياخد من الام ايه يا جماعه؟ كالسيوم. تمام، يبقى لازم يا شباب قبل ما الام تبدا تدخل في مرحله الحمل لازم ابدا اظبط جسم الام كله. جسم الام كله ليه؟ في عيل هيجي العيل ده محتاج كالسيوم، يبقى لازم ساعتها تكون عندك مخزون كالسيوم محترم موجود فين؟ في عظمك. يبقى لازم ابدا اظبط العظم بتاع البنت ديت. العيال ده لما يكون موجود في بطن امه يا اولاد تمام، مش المفروض ان الهارت ريت هيبدا يزيد والبلاد فوليوم هيبدا يزيد والاستروج فوليوم هيبدا يزيد والكارديك ادبوت هيبدا يزيد؟ ده يعتبر تصام اكستنت دول على الهارت. يبقى انا محتاج هارت محترم شغال كويس جدا وزي الفل. يبقى انا محتاج يا جماعه ان الهارت دوت افضل نحافظ عليه. محتاج ان انا في الفتره من 9 13 سنه لحد 51 سنه يبقى انا عندي هرمون بيعمل سام سورت اوف بروتكشن على مستوى يا جماعه على مستوى الهارت. فاهمين الكلام ماشي ازاي؟ الام ديت اثناء الحمل يا شباب مش دوت يعتبر سايكولوجيكال بيردن على الام ديت؟ يبقى لازم البنت ديت يا جماعه سايكولوجيكالي تكون مؤهله. يعني يا دكتور انت عايز تيجي تقول ان في الانترفال من 9 ل 13 سنه هيبدا يحصل مجموعه تغيرات، مجموعه التغيرات ديت كلها عماله تلف وتدور حوالين حاجه واحده بس، ان في عيل هيبدا يجي يا اولاد. فانا عايز العيل ده لما يبدا يجي يلاقي ان كل حاجه في جسم الام مستعده ليه. ده الاهم من كده وكده يا ولاد. البيت اللي العيل هيفضل موجود فيه لمده 9 شهور لازم يكون مجهز ولا مش مجهز؟ لازم يكون مجهز. مش ينفع العيل يجي يلاقي نفسه موجود جوه يوترس هايبوبلاستيك. بعد عمليه الولاده يا دكتوره، بعد عمليه الولاده العيل ده مش هيبدا يرضع؟ يبقى محتاج بريست وند فولوب. الله، يعني يا دكتور انت عايز تيجي تقول ان في الفتره من 9 الى 13 سنه انا هبدا اجيب الطفله وابدا اعمل لها عمليه بريباريشن. هذا البريباريشن سايكولوجيكال، هذا البريباريشن منتال اند فيزيكال بريباريشن. الهدف الاساسي منه يا اولاد ان البنت دي تكون مهيئه لعمليه التشايلد دي يا اولاد التشايلد دي. طب دكتور الكلام ده كله كده علشان يتم، الكلام ده كله كده علشان يتم، انا محتاج البنت تبدا يطلع عندها ايه؟ قال لك عشان الكلام ده كله يتم انا محتاج البنت دي تبدا يطلع عندها سكس هرمون. محدش يبص في الكتاب. تمام، انا هجيب لك الدرس من ورا لقدام مش بترتيب الكتاب عشان تبقى فاهم الكلام ماشي ازاي. السكس هرمون اللي هتكون موجود عند البنات هم حاجتين يا ولاد. المين سكس هرمون الا هو هرمون الاستروجين. السكس هرمون الثاني اللي بيكون موجود في البنات ولكن الكميات قليله هو هرمون مين يا ولاد؟ الاندروجين. تمام؟ بس يا دكتور يعني انت عايز تيجي تقول لي في الفتره من 9 ل 13 سنه هيبدا يطلع هرمون الاستروجين بتركيزات عاليه. هيبدا يطلع هرمون اللي هي يا ولاد؟ الاندروجين. وهما الاثنين يا جماعه هما بيطلعوا متفقين مع بعض على هدف واحد. احنا عايزين نظبط البنت ديت علشان لما يجي بيبي يا اولاد يعرف موضوع الحمل يكمل على خير
من غير ما الحمل ينزل يا اولاد ومن غير ما الام تتدمر تمام. يوم الاستروجين يقول لك طب ديت انا طالع في بنت والمفروض ان انا المين سكس هرمون فانا اللي هعمل المين اكشن وانت هتساعدني في حاجات معينه. طب يا بتاعه انت سيادتك هتطلع تعمل ايه؟ قال لك هطلع اطلع جري على البرين علشان ابدا اعمل عمليه سايكولوجيكال تشينجز تمام. كل ما الليفل بتاع الاستروجين بدا يعلى عند البنت يا اولاد كل ما المود بدا ايه يا جماعه؟ بدا يعلى قلبيه المود. انا هطلع جري على الهارت علشان ابدا اعمل عمليه بروتكشن على مستوى الهارت. انا هحمي البنت ديت من الاسكيميك هارت ديزيز. ايه يا ابني انت ناوي تعمل ايه؟ قال لك البنات دول بيكون موجودهم عندهم حاجه اسمها لايبو بروتين يا اولاد تمام. في حاجه اسمها الهاي دنس لايبو بروتين وحاجه اسمها اللو دنس لايبو بروتين. هما خمس انواع. احسن واحد فيهم وافضل واحد فيهم هو الهاي دنس لايبو بروتين، واوطى واحد فيهم واسوا واحد فيهم هو اللو دنس لايبو بروتين. الاستروجين جه قال لك ايه؟ انا هعلي العالي واوطي الواطي. الهاي دنس لايبو بروتين الكويس انا هبدا اعليه، اللو دنس لايبو بروتين الوحش انا هبدا اقلله. طب يا ترى انت رايح مش ليه؟ وجدنا يا دكتوره ان هذا اللو دنس لايبو بروتين بيطلع جري ويبدا يترسب على الغول بتاعت البلد فيسل ويبدا يعمل ايه يا اولاد؟ اسيروسكلوروزيس. مش ينفع واحده يكون عندها اسيروسكلوروزيس او واحده عندها اسكيميك هارت ديزيز وتجيب بريجننت. ازاي هتعرف تزود الكاردك يا مظبوط؟ ازاي تقدر تعمل لود على هارت اصلا مش لاقي كميه دم محترمه؟ لما يجي الاستروجين يقول لك ايه؟ على مدار الفتره اللي البنت هتكون فيها تشايلد بيرنج يا جماعه انا هطلع اعلي العالي واوطي الواطي. يوم الريسك بتاع الاسيروسكلوروزيس عند البنت دي هتبدا يقل. على فكره لا الحصه ديت حصص بيزك هتفيدني في البيوبرتي، هتفيدني في المونوبوز، هتفيدني في الكونتراسبشن تمام. عايزك بس تفهم الكلام المكتوب ده مكتوب ازاي. انا كاستروجين يا جماعه هطلع جري 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 ابني عظم البنت ديت، وانت يا استروجين علشان تعرف تبني عظم الايه البنت ديت هتعمل ايه؟ قال لك لازم اوفر للعظم دوت كميه كالسيوم محترمه. وبعد ما اوفر له كميه كالسيوم محترمه لازم الكالسيوم اللي اتوفر بكميات محترمه دوت يا اولاد يبدا يترسب فين؟ في العظم. هتعمل ايه؟ انا كاستروجين هطلع جري على الجي اي تي وازود الريت اوف ابزوربشن بتاع الكالسيوم. ولما الريت اوف ابزوربشن بتاع الكالسيوم يبدا يزيد يا اولاد السيرم كالسيوم في دم البنت ديت هيبدا يعلى ولا لا؟ يبدا يعلى. يوم لما يبدا يعلى يا جماعه اي حاجه بتعلى في دم الانسان تطلع جري الكدني عشان تتخلص منها تمام؟ يقول لك لا انا زودت الريت اوف ابزوربشن اوف كالسيوم وهمنع الدوس بتاع الكالسيوم عن طريق الكدني وهزود عمليه الموبلايزيشن اوف كالسيوم يمين يا اولاد للعظم. ولما الكالسيوم يطلع جري للعظم هنكتشف ان انا في عندي خليه بتبني اسمها اوستيو بلاست وفي عندي خليه بتهد اسمها اوستيو بلاست. انا هقول الاوستيو بلاست لو سمحت ما تشتغليش، واقول له اوستيو بلاست لو سمحت يا اولاد اشتغلي. يوم يا جماعه الاستروجين لما يبدا يطلع بالكميات ديت يبدا يعمل عمليه ديبوزيشن الكالسيوم داخل مين يا اولاد؟ داخل العظم. امتص الكالسيوم وحافظ لك على الكالسيوم وبدا يحرك الكالسيوم من المستودعات اللي هو عايزها العظم. ولما بعته العظم يا اولاد عرف يعمل ديس بنفيت من هذا الكالسيوم. ازاي يا دكتوره؟ بدا ياكتيفيت الاوستيوبلاست. الاوستيوبلاست انا جايب لي الكالسيوم رسبي 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 علشان عظم البنت ديت تبقى ايه يا جماعه؟ يبقى قوي. ثم البنت ديت لو حصل حمل عندها يا جماعه وما خدتش كالسيوم يبقى الكالسيوم ستورز عندها. محترمه ولا مش محترمه؟ محترمه. ويجي على الاوستيوبلاست يقول لها لو سمحت ما تشتغليش انا مش عايزك تشتغل خالص دلوقتي تمام؟ يجي يا جماعه هرمون الاستروجين دوت يطلع جري على البريست ويبدا يعمل عمليه ديفلوبمنت على مستوى البريست، يبدا يعمل هايبرتروفي على مستوى البريست، يبدا يزود الفاسكولاريتي بتاع البريست، يبدا يعمل عمليه ديفلوبمنت على مستوى الدكت سيستم بتاع البريست، مش كده يا اولاد؟ يوم العيل دوت لما ينزل يلاقي البريست ويت ديفلوب. يوم هرمون الاستروجين دوت يا اولاد يجي يقول لك ايه؟ انا اسمي الجروس هرمون بتاع الفيمين جينيتال تراكت، يعني ناوي تعمل ايه؟ يعني ناوي امسك حته في الفيمين جينيتال تراكت بتاعت البنت ديت وابدا اعمل فيها عمليه ايه يا اولاد؟ عمليه ديفلوبمنت. يوم البنت ديت بعدها بسبع ثمان تسع 10 سنين لما توصل سن ال 20 سنه او حاجه 20 سنه يا اولاد وتبدا تتجوز وتبدا تجيت بريجننت، البنت ديت جسمها كله مهيئ لاستقبال بيبي ولا لا؟ تمام؟ بريست ويل ديفلوب فيمين جينيتال تراكت ويل ديفلوب عظم فيه كميه كالسيوم محترمه يا اولاد. فلو الست ديت حملت هتعرف تدي كميات الكالسيوم ديت للعيل تمام؟ موجود عندك هارت كويس جدا هيستحمل اللود او البيردن اللي بيحصل اثناء البريجننس يا جماعه. البنت ديت منتلي اند سايكولوجيكالي ونبريبيرد. فاهمين الكلام ماشي ازاي؟ طب يا دكتور علشان تحصل مجموعه التغيرات دي كلها تمام بتحصل بين يوم وليله ولا بتحصل خلال انترفال يا اولاد خلال فتره زمنيه؟ قال لك على الاقل بتاخد من سنتين الى خمس سنين علشان يحصل عمليه فول ديفلوبمنت على مستوى البنت ديت وبعدها تبقى مهيئه لعمليه الحمل والعمليه ايه يا اولاد والعمليه الولاده. دكتور هو انت قلت لي القصه الطويله العريضه ديت ليه؟ علشان لما اجي اتكلم على البيوبرتي واقول لك يا دكتوره ايه هو الديفينيشن بتاع البيوبرتي واقول لك يا دكتوره هي التشنجز اللي بتبدا تحصل اثناء البيوبرتي
هتيجي تبص هنا تقول ان البروبرتي ده عباره عن ترانزيشن اوف تايم، فتره زمنيه من 30 الى 5 سنين. خلال الترانزيشن اوف تايم دوت يا اولاد بيحصل مجموعه منتال وسايكولوجيكال فيزيكال وسوماتيك تشينجز. صعب الكلام؟ طب يا ترى التغيرات ديت يا جماعه من الهرمونات الاساسيه اللي كانت مسؤوله عنها؟ هرمونين، السكس هرمون، كلنا كرجاله كلنا كستات عندنا استروجين ان اندروجين، تمام؟ ولكن في الستات يا دكتوره الاستروجين موجود بتركيزات اعلى من الاندروجين، لان ليه وظائف كتير جدا هيقوم بيها. امال الاندروجين في البنات يا اولاد يعتبر انابوليك هرمون، هذا الانابوليك هرمون هيساعد اكتر واكتر في عمليه ايه يا جماعه؟ الديبوزيشن بتاع الكالسيوم داخل مين؟ العظم. ولكن الهرمون الاساسي المسؤول عن كده هو هرمون مين يا اولاد؟ الاستروجين، تمام؟ يعني نفهم من كده يا دكتور ان خلال الفتره ديت مجموعه التغيرات ديت مين اللي مسؤول عنها؟ السكس هرمون، تمام؟ سواء كان الفيميل سكس هرمون او الميل سكس هرمون اللي بيطلع بكميات صغيره في البنات دول. السؤال طلع خلال الفتره دي ازاي؟ وليه ما طلعش قبل كده؟ طالما احنا بنتكلم على اندوكراينولوجي اتفقنا، نمشي بقى تبع الكلام ايه يا جماعه الكتاب بتاع الاسم. طالما احنا بنتكلم على اندوكراينولوجي اتفقنا لازم يكون عندك مايسترو 4 اسمه هايبو سالامس يبعت اشاره للمحطه اللي تحتيه اللي اسمها بتيوتر. ومن بتويتر يا دكتوره هتبدا تبعت اشارتين، اشاره اسمها جونادوتروبين هرمون وتنزلها لك تحت الاوفري علشان يعمل حاجه اسمها الاوفريان سايكل ويطلع في النص الاولاني اساسا هرمون الاستروجين وفي النص الثاني هرمون البروجسترون. انا يهمني من الكلام ده كله هرمون مين يا اولاد؟ الاستروجين. ويبدا يا جماعه البتويتر جلاند تطلع اشاره ثانيه، تمام؟ لحاجه ثانيه اسمها السوبر رينال جلاند. الاشاره اللي بتبعتها للسوبر رينال جلاند اسمها يا اولاد اي سي تي اتش. يوم السوبر رينال جلاند يحصل لها عمليه اكتيفيشن وتبدا تطلع هرمون ايه يا اولاد؟ هرمون الاندروجين، تمام؟ هذا الاستروجين اللي طلع هنا يا شباب بيبدا يعمل مجموعه تغيرات على مستوى البنت ديت. التغيرات اللي انا هلحظها كدكتور نساء يا اولاد واللي البنت هتلحظها واللي امها هتلحظها اكيد اكيد هتكون الفيزيكال تشينجز، تمام؟ يعني امها مش هتلاحظ بس انها ما شاء الله البنت هتعقل بزياده، اكيد طبعا لا، تمام؟ البنت سايكولوجيكال مستقره بزياده، اكيد طبعا لا يا اولاد، تمام؟ الهبل والجنان كله هيبان امتى يا شباب؟ افتر مارج، تمام؟ انما الحياه اللي سيادتك هتبدا تاخد بالك منها، الحياه اللي هتبدا سيادتك تاخد بالك منها الفيزيكال تشينجز، السوماتيك تشينجز. الاستروجين يا دكتور يقول لك انا اكتر حاجه هطلع ركز عليها هي مين؟ البريست. والاندروجين يا دكتور يقول لك التغيرات الواضحه بالنسبه للبنت اللي البنت هتبدا تشوفها بعينيها هي ايه يا اولاد؟ البيوبيك هير، تمام؟ طب انت سيادتك البريست دوت علشان يكون ويل ديفلوب هياخد فتره زمنيه قد ايه؟ سنتين لخمس سنين. البيوبيك هير عشان يكون ويل ديفلوب هياخد فتره زمنيه قد ايه؟ برضه سنتين لخمس سنين. وهكتشف يا جماعه ان البريست هيمر بخمس مراحل نمو. المرحله الاولى بري بيوبرتال اليفيشن. لو سيادتك جبت اي طفل صغير، تمام؟ هتلاقي في منطقه التشيست كده يا اولاد حته اليفيشن صغيره بنسميها بري بيوبرتال اليفيشن، سواء كان ولد او كان بنت، مش كده يا جماعه؟ يجي الاستروجين يا اولاد يستلم هنا يقول لك لا احنا مش هينفع نكمل كده، الولاد خليكم زي ما انتم، انما البنات انا هبدا ازود الليفل بتاع مين؟ الاستروجين. يوم الاستروجين يا اولاد يبدا يعمل بادنج بالمنظر ده كده، تمام؟ وبعد ما يبدا يعمل بادنج يا اولاد يبدا يحصل عمليه بروجريسيف انلارجمنت بالمنظر ده كده. وبعد ما يحصل هذا البروجريسيف انلارجمنت يبدا يبان عندنا نبل اند اريولا ويكون النبل برومينانت بالمنظر ده كده. وبعد ما النبل يكون برومينانت بالمنظر ده كده يا اولاد تخيل سيادتك ان انت عندك بالونه، تمام؟ وده يا اولاد اللي هو الاوبننج بتاعت البالونه. فضلت تنفخ 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 تنفخ، هتفضل يا اولاد الحته ديت بالمنظر ده كده ولا مع نفخه البالونه النبل والارل يحصل لهم ديسابيرنس تقريبا؟ ديسابيرنس تقريبا. يعني يا دكتور الكلام دوت تخيل ان دي بالونه وانت عمال تنفخ تنفخ تنفخ، هيكتشف ان البريست بدا يزيد جامد قوي كده والجزء بتاع النبل يا اولاد والارل بدا يكون يا شباب حته كده بالمنظر ده كانها بالونه ونفختها. قام جه واحد اسمه تانر يا دكتوره وقال لك انا هعمل حاجه اسمها تانر ستيجنج على مستوى البريست، وراح جاب سموه لك خمس درجات. الدرجة الأولى اللي الولاد زيهم زي البنات فيها بري بيبرتال اليفيشن، زود الاستروجين يا دكتور يبقى سيادتك بدأ يحصل عندنا بعد هذا البري بيبرتال اليفيشن بدأ يحصل عندنا بادنج وسميها لك تانر ستيج 2. بعد كده تانر ستيج 3 الحتة اللي حصل فيها بادنج ديت حجمها يزيد وبدأ يسميها لك يا دكتورة بروجريسيف جروس. بعد ما حجمها بدأ يزيد يا أولاد بدا يطلع لها يا اولاد بزبوط صغير كده، تمام؟ وسمها لي تانر ستيج رقم 4 اللي هي تروح جايه مسميها لي ابيرنس اوف نبل اند الارولا. واول ما النبل والارولا بان يا اولاد كان حجمهم
ريلاتيفلي كبير كده بالمنظر ده. وبعدين الاستروجين بدا يزيد مور فات ديبوزيشن مور فات ديبوزيشن مور فات ديبوزيشن، بالونه افضل نفخ فيها نفخ فيها نفخ فيها نفخ نفخ نفخ، هتلاقي ان الجزء الريزيدوال صغير. ادي دكتوره الجزء الريزيدوال صغير لحد ما نوصل يا اولاد للتنر ستيج رقم 5 اللي هو الادلت بريست، اللي هو بيكون جاهز ومؤهل لعمليه يا اولاد، لعمليه التغيرات اللي بتحصل اثناء الحمل واللي بيبدا يرضع منه بعد كده. تمام. المين هرمون يا اولاد المسؤول عن كده هو هرمون مين؟ الاستروجين. طبعا الاستروجين عمال يزيد عمال يزود لك حجم البريست، اكيد طبعا يا اولاد قاعد عمال يزود الهاي دنس لايبوبروتين وعمال يزود البروتكشن. بس انا كدكتور نساء وتوليد اعرف يا جماعه الاحظ حاجه كده على البنت؟ طبعا لا، اكيد قاعد عمال يزود الديبوزيشن اوف كالسيوم داخل عظم البنت. علشان كده ديت الفتره الزمنيه اللي البنات فيهم ايه؟ بيشربوا لبن كتير، خدوا كالسيوم كتير. مش معنى انا عمال الكالسيوم لسيادتك عماله تاخديه الاستروجين عمال يشفطه ويبعثوا لي الجري يمين يا جماعه للعظم. انما انت سيادتك من تغيرات البيوبرتي اختصت حاجتين فقط لا غير، اللي هما الحاجتين اللي ينفع تشوفهم بعينيك. دكتور هو الاندروجين لما بيبدا يزيد بيبدا يعمل ايه يا اولاد؟ قال لك بيبدا يعمل حاجه اسمها ادرينار كي. يعني ايه ادرينار كي؟ قال لك هو الابيرنس بتاع البيوبيك هير بتاع الاكسلري هير. امال يا دكتور الديفلوبمنت بتاع البريست دوت سميته ايه؟ سميناه تيلار كي. ومعنى كلمه تيلار كي يا اولاد هو الديفلوبمنت بتاع البريست، وده يعتبر الفيرست فيزيكال ساين اللي بتبدا تظهر عند البنت وتعرف انها بدات تكبر يا اولاد. 90% من البنات بيعرفوا انهم بداوا يدخلوا في مرحله البيوبرتي ده سؤال ام سي كيو عن طريق الديفلوبمنت بتاع مين يا اولاد؟ عن طريق الديفلوبمنت بتاع البريست. دكتور الاندروجين طلع جد هيبدا يعمل ديفلوبمنت على مستوى البيوبيك هير وعلى مستوى الاكسلري هير. يقول لك لو احنا كان عندنا الليبيا ميجورا بالمنظر ده كده هيمر برده بخمس مراحل. تمام. ادي المرحله الاولى الليبيا ميجورا ما فيهاش بيوبيك هير. اشمعنى؟ لان البنت لسه سنها تحت التسع سنين، لسه الاكسس ده ما اشتغلش، لسه الاندروجين ده ما طلعش. بمجرد ما الاكسس يبدا يشتغل الاندروجين مش هيبدا يطلع يا ولاد؟ واول ما هيطلع هيطلع بكميات عنيفه ولا يطلع بكميه صغيره ويبدا يزيد 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 كميه صغيره ويبدا يزيد ويبدا يزيد ويبدا يزيد. اول ما الاندروجين يطلع يا جماعه هيبدا يعمل سبيرز بيوبيك هير بالمنظر ده كده، حبه بيوبيك هير صغيرين. يبقى سيادتك انت استلمت ليبيا ميجورا بالمنظر ده كده ما فيهاش اي بيوبيك هير وسميناها ستيج 1. ستيج 2 بدايه ظهور الاندروجين يا اولاد وبدا يكون عندك سبيرز هير بالمنظر ده كده. ستيج 3 يا اولاد بصوا معايا يقول لك ان السبيرز هير اللي كان موجود بالمنظر ده بدل ما يفضل كميه قليله لا ده هيكون مور دنس هيبدا يزيد. وبعد ما يبدا يزيد يا جماعه يبدا يستند لحد ما يوصل فوق الفيوجن بتاع الليبيا ميجورا. حد فاكر اسمه ايه؟ مونز بيوبس. ويبدا يعمل لي تانر ستيج 3 يا دكتور. طيب الاندروجين بدا يزيد والبيوبيك هير يبدا يزيد ولا لا؟ وهكتشف يا جماعه ان الليبيا ميجورا اللي كانت موجوده بالمنظر ده وان البيوبيك هير اللي بدا يكون مور دنس وبدا يزيد في المنطقه اللي هي بتاعت المونز بيوبس بدا يعمل لاترال اكستنشن وبدا يوصل لاماكن زي الانر سايد عند بعض البنات. وديت هنسميها تانر ستيج رقم كام يا اولاد؟ 4. وتعالى لي بعد كده على تانر ستيج 5. ايه تانر ستيج 5 يا اولاد؟ سيادتك هترسم الليبيا ميجورا اهوت عشان الناس اللي بتبص بعيد. تانر ستيج 5 سيادتك هترسم الليبيا ميجورا وتعمل مثلث بالمنظر ده. ايه هو المثلث ده يا جماعه؟ فمنظر بيوبيك هير يا اولاد في الادلت فيميل. فاكرين لما انا جيت قلت لكم ان البيوبيك هير الميل عامل مثلث راسه لفوق والفيميل مثلث راسه لتحت يا اولاد؟ وهكتشف ان هو بدا يغطي الليبيا ميجورا كلها وان هو بدا يكستند وراح جاي مغطي اولاد المنز بيوبس وبدا يكستند اكتر واكتر وبدا يغطي الانر اسبكت اوف ذا ساي وبدا يديك منظر تراينجل الايبكس بتاعته يا اولاد تحت والبيس بتاعته لفوق. تمام؟ دكتور احنا عمالين نلف وندور علشان اقول لك ان معنى كلمه بيوبرتي ان السكس هرمون بدات تطلع ولا لا؟ والسكس هرمون ديت طلعت عباره عن ايه وايه؟ فيميل اند الميل. طبعا الفيميل هتطلع بتركيز ايه يا دكتوره؟ اعلى. طلعوا ليه؟ لان اللي فوقيهم اشتغل، واللي فوقهم اشتغل ليه؟ لان اللي فوق خالص اشتغل، واللي فوق خالص بدا يحس على دمه وبدا يشتغل عند سن كام؟ 9 سنين 10 سنين او 13 سنه. سؤال قبل الفتره ديت ليه ده ما كانش شغال يا اولاد؟ قال لك لان كان معمول له عمليه كونتينوس انهبيشن. يا اما عن طريق السريبرال كورتكس من فوق كانت عماله تقول له ما تشتغلش، دي لسه طفله. او كميات الاستروجين اي يا جماعه بنوته صغيره موجود عندها ليفل بتاع الاستروجين قليل. كميات الاستروجين القليله اللي كانت بتطلع عند البنت ديت كانت تطلع جري 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 عشان تعمل عمليه ايه؟ انهبيشن. فالاستروجين بيعمل نيجاتيف فيدباك ميكانيزم على مين؟ على الاف اس اتش.
اللي كان بيكبر لي الفوليكل ويطلع لك منه دكتوره استروجين، تمام؟ يعني انت عايز تيجي تقول ان قبل سن التسع سنين الهايبوثالامس ديت يا اما حاجه من فوق كانت بتقول لها لا ما تشتغليش، يا اما السنسيتيفيتي بتاعتها للاستروجين كانت هي ولاد كانت عاليه، اي حبه استروجين صغيرين جدا 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 يعملوا ماركت سبريشن، وطالما حصل سبريشن الدنيا ديت بدات ايه يا ولاد؟ بدات تقف. طيب بمجرد ما نوصل سن 9 الى 13 سنه يا ولاد السي ان اس يبطل يبعت انهبيتور امبلسز، تمام؟ السنسيتيفيتي بتاعت الهايبوثالامس للاستروجين تبدا تقل، تقول الاستروجين لا انا ما عنديش حاسه بيه. ولما بيحصل ريليز الهايبوثالامس من هذه الانهبيتور افكت يا ولاد ايه اللي بيبدا يحصل؟ يبدا جي ان ار اتش يشتغل يا ولاد، يبدا الكورتيكوتروبين ريليزنج هرمون يشتغل. الجي ان ار اتش لما بيطلع يطلع الجونادوتروبين يطلع لك استروجين، كورتيكوتروبين ريليزنج هرمون لما بيطلع يطلع اي سي تي اتش يروح للسوبر رينال جلاند يطلع اندروجين، يعمل لك مجموعه التغيرات ديت. صعب الكلام؟ ونكتشف في الاخر ان البنت حصل عندها مجموعه تغيرات سببها سكس هرمون رجاله وستات، تمام؟ الهدف الاساسي منها يا ولاد ان هي تعمل لها عمليه بريباريشن عشان تبقى ام بعد كده. عارفين يا جماعه لما اجي اشرح درس المنوبوز هرسم الرسمه ديت، تمام؟ واقول لك اسحب لي كل حاجه، اسحب السبورت بتاع الاستروجين على السي ان اس، هقول لك ان البنت دي بدا يجي لها يا ولاد مود سوينجز، بدا البنت دي تجي لها يا جماعه ديبريشن. اسحب البروتكتيف افكت بتاع الاستروجين على الهارت، هلاقي ان البنت دي عرضه اخطر من غيرها ان يجي لها اسكيميك هارت ديزيز، هلاقي البنت دي عرضه ان بدا يجي لها اوستيو بروزس، هلاقي ان البنت دي بدا يحصل عندها اتروفي على مستوى البريست واتروفي على مستوى الفيميل جينيتال تراكت. فاهمين الكلام ماشي ازاي؟ طيب خليك الاول يا دكتور في البيوبرتي. اتفقنا ان السن الطبيعي بتاع البيوبرتي 9 ل 13 سنه، وعرفت مجموعه التغيرات اللي بتتم. الابنورماليتي عندنا هتكون عباره عن ايه يا ولاد؟ قال لك الابنورماليتي عندك ان البيوبرتي تحصل قبل كده قبل سن ال 8 سنين او بعد كده بعد سن ال 14 سنه. اكتب لي على سؤال البريكوشن في البيوبرتي سؤال مهم جدا نظري. ان البنت قبل سن ال 8 سنين يبدا يجي لها ولاد البيوبرتال تشينجز. اكتب لي هام جدا نظري. السؤال يا ولاد او الدرس ده ما هو اللي عباره عن ديفينيشن وايتولوجي متشكلين خلصنا. المقدمه الطويله خلصناها. بريكوشس بيوبرتي. الديفينيشن عندنا يا ولاد. البنت دي بدا يحصل لها بيوبرتي بدري عن ميعاده، يعني ايه؟ قبل سن الثمان سنين. في بعض الناس يقول لك تسع سنين، بس الصح قبل سن الثمان سنين، لان الطبيعي ابتداء من تسع سنين يا ولاد يبدا يظهر بريست بادل، يبدا يظهر بيبرتال تشانجز عند البنت ديت، تمام؟ بالمناسبه هتلاقي في عندك شويه ديفينيشن يقول لك تيلاركي يعني ايه؟ ديفلوبمنت اوف ذا بريست. ادرناركي يعني ايه يا ولاد؟ ابيرنس اوف بيوبيك هير اند اكزيلري هير. ميناركي يعني ايه؟ الفيرست منسز، تمام؟ طب الايرليست تشينج يا ولاد هتكون عباره عن ايه؟ تيلاركي في السن من البنات، تمام؟ البنت بدا يحصل لها بيبرتال تشانجز يا ولاد قبل سن 8 سنين. ايه هي الاسباب بتاعتك؟ قال لك الاول تعالى اعرف الانواع لان كل نوع ليه اسبابه الايه الخاصه بيه. اول نوع عندنا يا ولاد حاجه بنسميها سنترال او ترو بريكوشس بيوبرتي. بقول لك ليه سميناها كده. ثاني نوع يا ولاد حاجه بنسميها بريفرال او سودو بريكوشس بيوبرتي. بقول لك ليه سميناها بالاسم دوت. تمام. الحاجة الثالثة والأخيرة يا ولاد حاجة بنسميها بارشيال بريكوشس بيوبرتي. سنترال يعني ايه يا ولاد؟ يعني أساس المشكلة عندي سنترال، أساس المشكلة عندي جاية منين يا ولاد؟ من الهايبوثالامس. البنت دي يا دكتور الهايبوثالامس عندها بدأ يشتغل. لما الهايبوثالامس اشتغل شغل البيتيوتري جلاند اللي تحتيه. لما البيتيوتري جلاند اشتغلت يا ولاد شغلت الأوفري اللي تحتيها. أما لما الأوفري ده اشتغل بدا يحصل في الاوفر ده الاوفريان سايكل الكلام اللي احنا عارفينه، تمام؟ بريمورديال بري انترال انترال ماتيور جريفيان فوليكل، تمام؟ هوب فرقعه طلعت الاوسايت اللي موجوده جواها ولا لا، تمام؟ وبعدين راحت جايه من ديكي كوربس ليوتيم. اكتشف ان البنت دي حصل عندها حاجتين. لما حصل الاوفريان سايكل يا ولاد بدا يطلع سكس هرمون ولا لا؟ صح؟ اللي هو المين سكس هرمون عندي في البنات هو مين؟ الاستروجين. ولما بدا يطلع عندي يا ولاد الاستروجين هو يعتبر المين سكس هرمون بدا يحصل مجموعه التغيرات اللي اتكلمنا عليها ولا لا؟ يبقى البنت ديت بدا يجي لها بيوبرتال تشينجز. ليه يا بنتي بدا يجي لك بيوبرتال تشينجز؟ لان الهايبوثالامو بيتيوتري اوفريان اكسس عندك بدا يشتغل. مش كده وبس، البنت ديت تعتبر انسه فعليه يا ولاد. يعني ايه انسه فعليه؟ يعني البنت ديت لو اتجوزت الاوفر بتاعها يطلع بيضات ولا ما بيطلعش؟ البنت ديت كان جيت بريجنت ولا لا؟ علشان كده سميناها يا ولاد ترو بروكوشس بيوبرتي، تمام؟
انت سيادتك مظهر وجوهر. مظهر يعني ايه؟ يعني بدا يبان عندك السكند سيكشوال كاركتر. جوهر يعني ايه؟ يعني سيادتك لو اتجوزتي ينفع تخلفي، تمام؟ والكلام ده يا جماعه المشكله عند سنترال. طب ايه يا دكتور السبب اللي خلى الهايبوثالاموس تشتغل بدري بدري؟ قال لك 80% كونستيتيوشنال. في بعض العائلات يا جماعه وبعض المجتمعات كده، تمام؟ تلاقي عندهم الهايبوثالاموس بدات تشتغل بدري بدري، وخصوصا يا جماعه الناس اللي بتكون موجودين في الصحاري، خصوصا يا اولاد الناس اللي بيتعرضوا لدرجات حراره عاليه، على نفس على عكس الناس اللي بيتعرضوا لدرجات حراره قليله، تلاقي البيبرتال تشينجز عندهم بتحصل متاخر شويه. علشان كده كان بيقول لك ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تمام، تزوج السيده عائشه عند سن كام سنه يا اولاد؟ 9 سنين. هو اي نعم دخل عليها عند سن 13 سنه كما قيل، بس الزواج عند سن كام؟ 9 سنين، تمام. هيجي بعض الناس المنتال ريتاردد يقول لك ازاي، تمام، واحد رايح يتجوز طفله، مين قال لك انها طفله؟ لكن بدا يحصل ايه يا اولاد؟ بيوبرتال تشينجز، تمام. واصغر واحده على الاطلاق يا اولاد، اصغر واحده على الاطلاق حصل عندها بريكوشس بيوبرتي وجيت بريجننت يا اولاد على بريكوشس بيوبرتي، واحده اسمها لينا مدينا، تمام. البنت ديت يا اولاد من امريكا الجنوبيه، جوت بريجننت على سن 5 سنين ونص، اصغر ام في التاريخ، تمام. وصورها على فكره يا اولاد موجوده على الفيسبوك، اسف موجوده على على النت، تمام. ادخل اكتب كده لينا مدينا، تمام. اصغر بنت يا اولاد، البنت ديت على سن 5 سنين ونص، ابوها بدا يلاحظ يا شباب ان بطنها عماله تكبر 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 تكبر، كانوا فاكرين تيومر، وداها للدكتور، اكتشف ان الطفله اللي عندها 5 سنين ونص يا اولاد حامل في 7 شهور ونص، وولدت عيل سيزيريان سيكشن، ولدت عيل سيزيريان سيكشن على 7 سنين ونص. طبعا يا شباب سجنوا ابوها وسجنوا اخوها واتهموهم ان كان في سيكشوال ابيوز، فاهمين الكلام ماشي ازاي؟ ومش تم اثبات التهمه وطلعوا بعد كده، والدكتور اللي ولدها، تمام، جابت عيل سميته باسمه مش فاكر اسمه، كان دكتور اسمه معقد كده يا شباب، وكملت بقيه حياتها مع الدكتور دوت النيرس بتاعته يا شباب. والبنت ديت موجود لها صور، موجود لها صور على النت، تمام، وهي لسه طفله صغيره كده، وبطنها يا جماعه بطنها كبيره، وجاب لك صوره ثانيه ليها يا شباب وهي لسه طفله صغيره، وموجود معاها ابنها في الايه؟ الحياه الصغيره اللي بيشوفها العيال دي، تمام. المهم دي اظهر امه في التاريخ اللي انا بديه. دكتور 80% من الناس كونستيتيوشنال، تمام. امال 20% الباقيين؟ البنت ديت بدا يجي لها مشكله على مستوى السي ان اس يا اولاد، يا اما مشكله كونجينيتال زي الهامرتوما، يا اما مشكله تروماتيك زي اكسيدنتال تروما، يا اما انفكشن وبدا يعمل اريتيشن هنا يا اولاد، يا اما برين تيومر، تمام. المهم ان البنت ديت موجود عندها سي ان اس اورجانيك ليجن، تمام. وانت سيادتك لو جت لك بنت عندها ترو بروكوشس بيوبرتي، لازم الاول اطمن ان البنت ديت مش تابعه نسبه ال 20% اللي فيهم القلق. يعني البنت دي هتيجي لي يا اولاد هعمل لها سي تي، البنت دي هتيجي لي هعمل لها ام ار اي، وهعمل لها اكس راي، تمام. دكتور انت بتعمل الكلام ده كله ليه؟ الاوفر عندك يشتغل بدري بدري، عمر الاوفر ما هيشتغل منه من نفسه يا اولاد، لازم يكون السي ان اس اشتغل من فوق. انا عايز اطمن ان السي ان اس لما اشتغل اشتغل ايه؟ كونستيتيوشنال، ما اشتغلش عشان عندك برين تيومر ولا عندك هامرتوما ولا عندك انيوريزم ولا عندك اي مشكله من دول، تمام. اطمنت ان انت مش عندك دول، يبقى انا هشخص ان انت كونستيتيوشنال باي اكسكلوجن. امال يا دكتور يعني ايه معنى كلمه بريفرال او سودو بروكوشس بيبرت يا اولاد؟ البنت ديت بدا يطلع عندها سكس هرمون، سواء الاستروجين او الاندروجين. بالعقل كده يا اولاد، لو البنت طلع عندها منلي هرمون الاستروجين يا شباب، يبقى هيبدا يجي لها البيبرتال تشينجز بتاعت البنات ولا لا؟ يبقى ماشيه كده في نفس اللاين، في نفس الخط الصح. انا بنت وبدا يحصل التغيرات بتاعتي يا اولاد بتاعت البنات. نقوم نسمي النوع دوت ايه يا اولاد؟ ايزو سيكشوال سودو بروكوشس بيوبرتي. بعض البنات يا اولاد بيبدا يبان عندهم الاندروجين بليفل اعلى، ولما الاندروجين يبدا يطلع بليفل اعلى يا دكتور يبدا البنت يجي لها يا جماعه شنب ودق، صوتها يبدا يدخن، تمام، عضلاتها تبدا تبان. دكتور ده بدا يبان عندها السكند سيكشوال كاركتر بتاعت مين؟ بتاعت الرجاله، لان طلع عندها اساسا السكس هرمون بتاع الستات ولا بتاع الرجاله؟ بتاع الرجاله. ويبدا يعمل عندنا حاجه اسمها هيتيرو سيكشوال، يعني ماشيه في الاتجاه المعاكس يا اولاد، البنت بتقلب ولد، سودو بروكوشس بيوبرتي. دكتور كتاب الاسم كاتب التقسيمه ديت، وكاتب البريفرال ومش مقسمها، جه في الانفستيجيشن قسمها، احنا هنفهمها من فوق احسن يا اولاد. دلوقتي يا دكتوره البنت ديت بريفرال بدا يبان عندها السكس هرمون، تمام، ويا اما يا جماعه الدوميننت هرمون يكون عند اللي عندها يكون الفيميل سكس هرمون تديك ايزو سيكشوال، او الميل سكس هرمون تديك ايه يا دكتوره؟ هيترو سيكشوال. دكتور امتى الليفل بتاع الاستروجين يبدا يعلى عند البنت ديت؟ لو البنت ديت بدا يطلع عندها فيمينايزنج
اوفيريان تيومر. على سبيل المثال الجرانيلوزا سيل طلع فيها تيومر، حاجه بنسميها الدكتوره الجرانيلوزا سيل تيومر. السيكا سيل طلع فيها تيومر بنسميها سيكا سيل تيومر. مش الجرانيلوزا يا اولاد ديت كانت مصنع الاستروجين في البنات؟ فاكرين انتوا التو ستساوي السيكا سيل والجرانيلوزا سيل؟ لما الجرانيلوزا يبدا يطلع فيها تيومر يا اولاد الليفل بتاع الاستروجين يعلى ولا لا؟ يبقى انا بدات اعلي الليفل بتاع مين؟ الاستروجين. تمام؟ او ان البنت دي يا دكتور بدات تاخد اكسيجونس استروجين. يا دكتور ينفع طفل عندها 5 سنين او 6 سنين او 7 سنين تاخد استروجين اوراس من بره؟ طبعا يا جماعه البنت دايما تقلد امها، والولد دايما يقلد ايه يا ولاد؟ ابوه. تمام؟ البنت شايفه امها كل يوم كل يوم قاعده عماله تاخد حبايه ملونه، قاعده عماله تاخد حبايه ملونه ومخبيها في الدرج. تمام؟ فتلاقي البنت قاعده عماله تقلد ايه يا ولاد؟ امها. الام تاخد حبايه بعدها بربع ساعه، البنت تروح جايه محصلها بحبايه، الام تاخد حبايه البنت بعدها على طول بربع ساعه تروح جايه محصلها بايه يا جماعه؟ بحبايه. وتكتشف الام ان شريط راس منع الحمل بيختفي بسرعه، اطار الام بتاخد حبايه وبعدها ايه يا جماعه؟ البنوته، الاثنين بيخمسوا مع بعض في نفس الايه يا اولاد؟ الشريط. تمام؟ يبقى البنت قاعده عماله تاخد هرمونات تاخد هرمونات تاخد هرمونات، الشريط خلص، الام استنت اسبوع، نزل عند الام بيريود، البنت نزل عندها ايه يا اولاد؟ هي كمان بيريود. دكتور هو ينفع طفله صغيره يجي لها البريود؟ الطفله من عمر يوم ينفع يجي لها البريود؟ هقول لك الدليل على كده، كنتوا خدتوا في الاطفال ان في بعض الاحيان بعض البنات ممكن يكونوا مولودين ويبدا بعد عمليه الولاده بثلاث اربع ايام يجي لهم جينيتال تراكت يا اولاد بليدنج. كان بيقول لك ان النص كومن كوز هرمون وذرول، البنت وهي في بطن امها الاستروجين بتاعها بتاع امها نزل البنوته عمل اندوميتريال بروليفريشن، البنت بعد عمليه الايه الولاده مفيش مصنع يطلع لها استروجين، يوم الاندومتريوم ده ما يلاقيش سبورت تبدا يقع، مش كده يا ولاد؟ يبقى لو انا جبت طفله عندها يوم وبدات اديها راس منع الحمل وسحبتها يبدا يجي لها ايه؟ بليدنج. انا بكلمك على بنت عندها 5 6 سنين بتاخد راس منع الحمل مع والدتها. او السندروم رقم 3 حاجه اسمها ماكن البرايت سندروم. افتكر ان السندروم ديت يا دكتور 3 حاجات بحرف البي. الحاجة الأولى موضوع الدرس بتاعنا يا ولاد. البروفيشس بيوبرتي. طب الحاجة الثانية يا جماعة؟ بولي سيستيك ديزيز اوف ذا بون. وبترجع لديت يا شباب البولي سيستيك ديزيز اوف ذا بون إن ديت الكوز اوف ديس. إن البنت بيجي لها باثولوجيكال فراكشر، والباثولوجيكال فراكشر ده مش بيلم، مش معنى؟ يقول لك العظم بتاع البنت ديت يا دكتور ببدا الاقي كله خرام بالمنظر ده كده، كله فتحات وخرام بالمنظر ده كده، كله فتحات وخرام بالمنظر ده كده، تمام؟ وبناء عليه ايه العظم بتاع البنت ديت؟ بيكون عظمه قوي ولا عظمه ضعيف؟ ضعيف. من السهل جدا يجي لها باثولوجيكال فراكشر. لو جالها باثولوجيكال فراكشر ينفع يلم؟ استحاله يلم، البنت ممكن تموت فيها، تمام؟ طيب البي رقم 3 يا جماعه بيقول لك بيجمنتيشن. بيبدا عند البنت ديت يبان على جلدها حاجه اسمها كافيه اولي بيجمنتيشن. دكتور هي الحياه البريفرال دي كلها هل الهايبوثالامس اشتغلت؟ شغلت البيتيوتري، شغلت الاوفر، طلع عندك اوفريان سايكل. البنت دي يا اولاد انا بتكلم على طفله عندها 5 سنين او 6 سنين، جبت لها استروجين من بره، ربنا اراد كده، الاوفر بتاع البنت دي اهو طلع فيه تيومر. التيومر ده طلع على مستوى الجرانيوزا سيل، بدا يطلع لك كميات عنيفه من الاستروجين يا اولاد. سؤال، الاوفر ده لما طلع فيه تيومر هل حصل اوفريان سايكل وبدا يطلع بيضات؟ البنت دي اتولدت او اتجوزت بالوضع ده هتخلف؟ طبعا لا، علشان كده سميناها يا ولاد سود بنكوشس الجبر. انت سيادتك يا بنتي مظهر بلا جوهر. يعني ايه يا دكتور؟ يعني حضرتك السكند سيكشوال كاركتر بدات تبان عندك، لان السكس هرمون بدا يطلع عندك، بس السكس هرمون مش طلع عشان الاوفر عمل اوفيوليشن وطلع لك اوسايت، لا ده انت عندك السكس هرمون بدا يطلع يا اما تيومر يا اما اكسوجينس يا اما باثولوجي. يعني حضرتك لو انت اتجوزت بالوضع الحالي تخلفي ولا ما تخلفيش؟ ما تخلفيش، لان الاوفر بتاعك مش عارف يعمل لك اوفريان سايكل. تمام دكتور؟ طيب الاكسوجينس استروجين في منها بنت بتاخد راس منع الحمل من بره، المال ماكن البرايت سندروم ده عباره عن ايه؟ قال لك ده عباره عن حاجه كده يا جماعه من عند ربنا، وجدنا ان البنات دول عندهم اوتونوماس سكريشن اوف سايكليك اي ام بي. يا دكتور ايه الكلام المعقد ده؟ لا معقد ولا حاجه. انا لما اجي اقول لك ان انا عندي خليه اسمها جرانيلوزا سيل بالمنظر ده كده، تمام؟ هو يا اولاد الجرانيلوزا عشان تشتغل محتاجه يجي لها اشاره اسمها اف اس اتش ولا لا؟ والاف اس اتش بيعمل اكتيفيشن انزيم اسمه اروماتيز. ازاي؟ اف اس اتش يمسك في الريسبتور بتاعته ياكتيفيت حاجه اسمها سايكليك اي ام بي، يوم السايكليك اي ام بي يطلع جري على الاروماتيز. وجدنا في بعض البنات ان السايكليك اي ام بي اوتونوس منه من نفسه شغال، منه من نفسه شغال. لما يشتغل منه من نفسه يا اولاد هيبدا يعمل سبونتينيوس ستيميوليشن للانزيماتيك اكتيفيتي بتاعت البنت ديت ولا لا؟
ويبدا الاوفر دوت يا اولاد او يبدا المصنع دوت يا اولاد يعمل الوظيفه بتاعته ويطلع هرمون. ان انا مش هعمل لك اوفريان سايكل، وعشان يحصل اوفريان سايكل لازم اف اس اتش يكبر البالونه ويجي الاتش يفرقع البالونه عشان يطلع اوسايت. انا ما حصلش عندي كده يا دكتوره، انا جيت على الحته اللي بتطلع استروجين فقط لا غير، عملت لها عمليه ايه يا اولاد؟ اكتيفيشن. فاهمين الكلام ماشي ازاي؟ يقوم البنت ديت تبدا يجي لها الماكن البرايت سندروم. دكتور طب الهيتروسيكشوال امتى البنت يكون عندها 5-6 سنين ويبدا يظهر عندها السكند سيكشوال كاركتر، بس مش بتاعت مش بتاعت البنات، بتاعت مين يا اولاد؟ بتاعت الرجاله. لو البنت دي طلع عندها يا اولاد حاجه اسمها تيرلايزنج اوفريان تيومر. اوفريان تيومر يا اولاد ماشي في سكه الرجاله اكتر. لو البنت ديت يا جماعه بتقلد بابا تمام، ابوها كل يوم ياخد وراثه انابوليك تمام، عشان هي قدام المرايه يعمل مناظر غريبه كده فرحان بنفسه تمام، ياخد وراثه انابوليك 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 انابوليك، الراجل قاعد عمال ياخد في وراثه ايه يا اولاد؟ اندروجين تمام، علشان يعمل بودي بيلدينج ويبدا يبني ايه يا اولاد؟ جسمه. ما هو عارف ان الاندروجين دوت يعتبر انابوليك هرمون، فعمال ياخد في الاقراص تمام. البنت شايفه بابا العبيط عمال ياخد حبايه وياخد قدام المرايه فرحان بنفسه كده، تطلع جري وراه تروح جايه واخده برده يا اولاد الانابوليك دراجز ديت ان هي عباره عن اندروجين. فاهمين الكلام ماشي ازاي؟ ويبدا البنت يا جماعه طلعها شنب بدائل من الكلام ده كله. او البنت تبدا تبان عندها مشكله اسمها كونجينيتال ادرينال هايبرديزيا. اعرف لي بس ان الكونجينيتال ادرينال هايبرديزيا بيزيد فيها الاندروجين، ازاي هنعرف بعدين؟ دكتور امال يعني ايه معنى كلمه بارشال الكوشا سيبيولوجي؟ اندروجين. لا مش السيك تمام؟ السيكا سيل والجرانوزا سيل ده في مونايزنج. امال الفيرلايزنج ده عباره عن ايه؟ لايديك سيل تيومر، سيرتولي سيل تيومر تمام؟ المصنع بتاع الرجاله بدا يبان في البنات. ازاي يا دكتور؟ كنا قلناها قبل كده ولسه نرجع نقولها تاني في الكوشا. بارشل بروتوشس بيبرتي اولاد هلاقي المكان ديت بدا يظهر عندها تغير واحد بس من تغيرات الايه؟ البيبرتي. على سبيل المثال البيت بدا يجي لها تلعقيق، وممكن يكون يونيلاترال ممكن يكون يا اولاد بايلاترال تمام؟ بس انها عمره ما يجي لها تلعقيق يا اولاد. دكتور هي البنت ديت بدا يجي لها تلعقيق ليه؟ اي بنت طبيعيه ربنا خلقها حتى لو طفل يا اولاد موجود عندها الاستروجين بكميات صغيره. في بعض الاحيان هيكتشف ان الاستروجين اللي موجود بكميات صغيره التارجت اورجان فيه هايبر سنسيتيفيتي، استجابه الاستروجين عاليه، ويبدا يحصل ايه يا اولاد؟ الريسك بروبلم بالمنظر ده. طيب هي الانفستيجيشن اللي نبدا نعملها للبنت دي يا اولاد؟ الانفستيجيشن يا جماعه اهم حاجه بنعملها للبنت ديت حاجه اسمها بون ايج ستادي. الالجوريثم الموجود عندك في كتاب الاسم، يعني معنى كلمه بون ايج ستادي؟ هجيب البنت ديت، تعالي هنا يا بنتي. هو انت عمرك كام سنه؟ ركز معايا. هو انت عمرك كام سنه؟ دكتور انا عمري 5 سنين. يبقى يا جماعه الاكشوال ايج العمر الفعلي بتاع البنت ديت بينا وبين بعض كده على سبيل المثال عمرها 5 سنين. طب يلا اعمل لك اكس راي. لان الاكس راي بيبدا يبان في حاجه اسمها اوسوفيكيشن سنتر. والاوسوفيكيشن سنتر ديت يا اولاد بنبدا عن طريقها نحدد عمر مين؟ البنت ديت تمام؟ يبقى دلوقتي انا جات لبنت بتقول انا عمري 5 سنين. طيب يلا نعمل اكس راي. اكتشفت يا بنتي بالاكس راي ان البون ايدج بتاعك العمر بتاع العظم بتاعك ده عمر واحده عندها على سبيل المثال 3 سنين. سؤال يبقى البون ايدج بتاع البنت ماشي مع عمرها الفعلي ولا ريتاردد؟ ريتاردد تمام. يبقى سيادتك السبب الاساسي بتاع البروكوشس بيبرت عندك هايبوثايرويديزم. دكتور هو الهايبوثايرويديزم ممكن يعمل البروكوشس بيبرتي؟ اه يا اولاد الليفل بتاع الثايروكسين لما يكون قليل الميتابوليزم بتاع الاستروجين يزيد ولا يقل؟ يقل. ولما الميتابوليزم بتاع الاستروجين يبدا يقل الاستروجين يبدا يحصل له اكيوميشن في جسم البنت ديت ولا لا؟ يبقى بدات ازود الليفل بتاع الاستروجين ولا لا؟ حد يرد عليا يعمل لي سنترال ولا بريفرال بروكوشس بيبرتي؟ بريفرال. فاهمين الكلام ماشي ازاي؟ كلمه سنترال يعني يا دكتوره ان سيادتك بدات تنشطي الهايبوثالامس. معنى كلمه سنترال يا اولاد ان بدايه الكلام بتاعي سي ان اس هايبوثالامس. معنى كلمه بريفرال ان بدايه الكلام بتاعي استروجين. انا بقول لك لما الايه الهايبوثايرويديزم بدات تحصل الميتابوليزم بتاع مين؟ استروجين بس. يبقى انت ايه؟ بريفرال. طب دكتور افرض جات لي واحده انا يا دكتور عمري 5 سنين لقيت الاكس راي بتاعتها ماشيه مع بنت عندها على سبيل المثال 10 سنين يبقى البون ايدج بتاع البنت ديت ماشي مع عمرها الفعلي ولا ادفانسد؟ ادفانسد. يبقى احنا كده بنتكلم على ايه يا اولاد؟ بنتكلم على بريكوشس بيوبرتي. الاستروجين لما بيطلع بدري بدري في البنات بيبدا يعمل عمليه انفيزيال كلوجر. اتفضلي. اه غلطه يا اولاد موجوده في كتاب الاسم. ليه؟
لان كتاب الاسم اللي لها كوبي بيست نقل مسطره من كتاب دكتور اسمه خالد عبد الملك، مش عارف صلحها عندك ولا لا؟ مش صلحت صح؟ جابها ولاد الباراجراف خدوها كوبي بيست نقلوها من كتاب خالد عبد الملك بالمنظر ده. خالد عبد الملك كتبها هايبر ثايروديزم، اللي نقلها من كتاب خالد عبد الملك نقلها هايبر ثايروديزم ويتش از رونج، هايبر ثايروديزم. تمام؟ طيب البروكوشن سبيبرت يا ولاد، انا جبت البنت ديت، انا جبت البنت ديت تمام. انت يا بنت عمرك كام سنه؟ انا عمري يا دكتور 5 سنين. بعمل لها اكس راي، ببص في الاكس راي، بس الاكس راي دي بتاعه بنت عندها 10 سنين. يبقى دلوقتي يا دكتوره البون ايج ماشي معاكي ولا ادفانسد؟ ادفانسد. يبقى انت يا بنت طلع عندك الاستروجين بدري بدري، ولما الاستروجين طلع عندك بدري بدري عمل لك ايبيفيزيال كلوجر، ولما عمل كلوجر للايبيفيسز يا جماعه بدا يعمل عمليه اوسيفيكيشن سنتر كلوجر هي كمان او ابييرنس اوسيفيكيشن سنتر بدري بدري، فبدا يديك عمر بدري بدري. طيب ماشي يا دكتور، طالما البون ايج ادفانسد بالمنظر ده كده وبقى عندي بروكوشس بيوبرتي، يا ترى انا سنترال ولا ايه يا ولاد ولا بريفرال؟ هقول لها دلوقتي لو انت كان موجود عندك بريفرال صدر بروكوشس بيوبرتي، الليفل بتاع الاستروجين بيعلى ولا لا؟ والاستروجين ده بيعمل في الاف اس اتش بيقلل نيجاتيف يا ولاد، في ده ميكانيزم. والليفل بتاع الاف اس اتش ايه؟ طب لو انت كان عندك سنترال، الهايبوثالامس اشتغلت بدري بدري ولا لا؟ وبدات تطلع اف اس اتش ولا لا؟ وبدأت تطلع اف اس اتش بادلت ليفل. يبقى دلوقتي يا جماعه لو انا حبيت افرق بين السنترال وبين البريفرال ابص على مين؟ على اف اس اتش. لو الليفل بتاعك قليل يبقى اكيد في حاجه كارثه على نفسك انا وهي الاستروجين، ولو الليفل بتاعك ادلت ليفل يبقى اكيد في حاجه شغلتك وطلعتك بالادلت ليفل. مين اللي شغلك وطلعك بالادلت ليفل؟ هو الهايبوثالامس. تمام؟ يبقى سيادتك هنبدا نبص هنا على الليفل بتاع الاف اس اتش. عندك احتمال من الاثنين، ان يكون ادلت ليفل، معنى ان هو ادلت ليفل يا اولاد ان البيتيوتري جلاند بدات تشتغل ولا لا؟ ولما البيتيوتري جلاند بدات تشتغل وتطلعها بالادلت ليفل، مش معنى كده ان في حد من فوق بدا يشغلها؟ يبقى انا كده يا اولاد بتكلم على سنترال بريكوشس بيوبرتي. طب استنى يا بيه، السنترال بريكوشس بيوبرتي هنا 20% سي ان اس اورجانيك ليجن ممكن يموت البنت، و80% كونستيتيوشنال، انت كويسه وزي الفل، روحت توكلي على الله ما عندكيش اي مشكله عندي. افرق بينهم ازاي؟ انا اترعب من ده. اقول لها طب تعالي بقى هنا هنعمل سي تي وقبلها اكس راي، سي تي وبعدها ام ار اي، ده ممكن يشخص لك اذا كان في عندك اورجانيك ليجن ولا لا. وده اللي بيحصل في 20% ان البنت يكون عندها سي ان اس اورجانيك ليجن. طلع ما عندهاش حاجه يا دكتور، يبقى انت كونستيتيوشنال، وهذا الكونستيتيوشنال مش هعرف اجيبه الا عن طريق ايه يا اولاد؟ اكسكلوجن. اعمل دول الاول، طلعت كويسه يبقى انت مشكلتك هنا. طب دكتور افرض اكتشفت ان الليفل بتاع الاف اس اتش قليل، الديكريز اف اس اتش ليفل يا ولاد تمام، معناه ان البنت ديت في حاجه بدات تقلل الاف اس اتش ولا لا؟ الحاجه دي يا اما ايه، يا اما استروجين كده، يبقى انت ماشيه في سكه الايزو سيكشوال سودو بريكوشس بيوبرتي، يا اما اندروجين، ومعنى كده ان سيادتك ماشيه في سكه الهيترو سيكشوال سودو بريكوشس بيوبرتي. البنات دلوقتي ولاد بيحبوا يسالوا كتير جدا في الشقه، علشان كده كان بيجي يقول لك ان العيال اللي هم بتوع البادي بيلدينج اللي بيحبوا ياخدوا اندروجين والكلام ده كله، كان يقول لك ان الولد اللي عمال يبني عضلات ده كان مظهر بلا جوهر. مظهر بلا جوهر ليه؟ الاندروجين بياخده انابوليك هرمون، هذا الانابوليك هرمون يا ولاد كان بيعمل ايه؟ يبني عضلات يبني عضلات يبني عضلات، بس بيطلع جري يعمل نيجاتيف فيدباك ميكانيزم على مين؟ على البيتيوتري جلاند، ما بتطلعش اي هرمونات خالص، تقوم تبدا تاثر على التستس وما يعرفش يخلف. طيب افرض لقيت يا ولاد ان الجود ايدج ستادي نورمال، انت عمرك 5 سنين وهو بيدي ايه عمرك 5 سنين، يبقى انت عندك بارشال بريكوشس بيوبرتي. ان في حالات البارشال بريكوشس بيوبرتي يا ولاد البنت ديت كل مشكلتها في الحقيقه ايه؟ هايبر سنسيتيفيتي على مستوى البريست، البريست استجاب زايد شويه فبدا البنت تظهر عندها يا ولاد البريست. انما يا شباب هل البون بدا يتاثر؟ طبعا لا، انت ما عندكيش استروجين زياده يعمل لك اوستيفيكيشن ايه بدري بدري. كل ما في الامر ان انت عندك النورمال ليفل بتاع الاستروجين، بس في حته معينه في جسمك استجابت ليه جامد قوي. فاهمين الكلام ماشي ازاي؟ طيب ده اللي احنا بنسميه يا ولاد البون ايدج ستادي، يا اما الاقيها ماشيه معايا يا سبقاني يا متاخره. متاخره هايبوثايروديزم، سبقاني يبقى بدا الاستروجين يطلع او الاندروجين يطلع تمام، وبدا يعمل اوستيفيكيشن بدري بدري، وده اللي مش في السكه بتاعتنا يا ولاد. جات لي بنت بالمنظر ده اعالجها ازاي؟ ارجع للايتيولوجي تاني، انا قلت لك الدرس ما هو الا ايتيولوجي. لو واحده كونستيتيوشنال عادي يا بنتي، ده طبيعي، ده نورمال ما فيهوش اي مشكله. يا دكتور بس لو سمحت انا ما ينفعش يجي لي البيوبرتال تشينج زياده بدري بدري، انا لسه عندي ايه 5 سنين. لو الهايبوثالامس اشتغل بدري
البيتيوتر اشتغل، الاوفر اشتغل، طلع استروجين. الاستروجين لما بيشتغل يا دكتور هيبدا يعمل لي عمليه كلوجر لبيفس بدري بدري، وهفضل طول عمري يا جماعه قصيره قوي. اقول لها خلاص يبقى انا لازم اتكلم المايسترو من فوق، اقول له لو سمحت ما تشتغلش. يبقى البنت ديت رقم واحد هنعمل لها ري اشورنس. ما اقتنعش بالكلام، اقول طب انا هدي البنت ديت حاجه اسمها جي ان ار اتش انالوج. انت يا هايبو سارس لما بتشتغلي مش بتطلعي جي ان ار اتش ان فالستاين مانر؟ انا مش هطلعه من فالستاين مانر، انا هديك انالوج. الانالوج دوت يا ولاد شغال كونتينوس. يا نهار ازرق، ما انت لما تديني يا دكتور انالوج شغال كونتينوس، يبقى البيتيوتر جلاند شغاله كونتينوس، يبقى الاكتيفيتي بدات ايه تزيد. مين قال لك كده؟ انا يا ولاد شرط ان البيتيوتر جلاند تستجيب للهايبوثالامس لازم يطلع جي ان ار اتش ان فالستاين مانر. لو جي ان ار اتش طلع من كونتينوس مانر، عارفين اللي بيحصل يا ولاد؟ داون ريجوليشن للريسبتور على مستوى البيتيوتر جلاند ما بتستجيبش. فاهمين الكلام ماشي ازاي؟ طيب ده يا جماعه لو البنت كان عندها سبب كونستيتيوشنال. طب لو كان السبب اورجانيك تريتمنت اوف ذا كوز، حضرتك عندك برين تيومر على الجيه، حضرتك عندك فيمرتوما على الجيه، حضرتك عندك كونشايسن فرايتس على الجيه، مش كده يا ولاد؟ طيب هنا تريتمنت اوف ذا كوز، لو البنت ولاد موجود عندها فيمينايزنج اوفريان تيومر شيلو، عندها فيمينايزنج اوفريان تيومر شيلو. فاهمين الكلام ماشي ازاي؟ لو عندها ماكن البرايت سندروم بنبدا نديها حاجه مش موجوده عندك في كتاب الاسم بس اكتبها ورايا، حاجه اسمها تيستو لاكتون. نعم ده في الماكينة البرايت سندروم يا دكتور، ندراك شويس حاجة اسمها ايه يا جماعة؟ تيستو لاكتون. طيب دكتور احنا كده خلصنا الجزء الخاص بالبيوبرت والبريكوشة السبيوبرت. بريفرال ايه؟ بعد ما خلص اشتغل ممكن تخلص عندك. تمام؟ بص يا ولاد دلوقتي يا جماعه بنت بدا يحصل عندها اكتيفيتي بدري بدري. طيب عايزين يا جماعه بالظبط 5 دقايق وتوكل على الله. نعم. ايه؟ الاستروجين لما بيزيد اكتر من 200 ميلي جرام بير ملي 50 ساعه متواصلين بيزود الايه؟ اللي هو يقلل الاف اس اتش. اللي مش بدي غلط بعد ما خلص ولا ايه؟ بقول لك للاسف اللي كتب الدرس دوت نقل كوبي بيست من مصادر من ضمنها الالجوريثم اللي انا واخد عمال كاستيز. تمام يا ولاد بعد سن ال 50 سنه يا جماعه ايه اللي بيبدا يحصل؟ البنت بيبدا يجي لها حاجه اسمها منغوز. بسرعه كده المنغوز ده عباره عن ايه؟ دكتور ارجع جري للاكسس بتاعك هيبقى صرمت، يبعت اشاره للبيتيوتري، تبعت اشاره للاوفر. تمام؟ المفروض لو الاوفر عندي شغال كويس وزي الفل يا ولاد يبدا يطلع استروجين ولا لا؟ طب احنا نيجي على سن ال 50 يا جماعه، كل الفوليكلز اللي موجوده في الاوفر حصل لها اكزوشن، ما عادش عندي اي فوليكلز خالص يا ولاد. يوم الفوليكولر ستيميليتنج هرمون. تمام؟ اللي نازل يخبط على باب الاوفر، الاوفر يستجيب ليه ولا لا يستجيب؟ لا يستجيب، وبناء عليه سيادتك ما عندكيش اي فوليكلز هنا، ما عندكيش اي مصانع هنا، يوم الليفل بتاع الاستروجين يحصل له ايه يا ولاد؟ يبدا يقل. ولما الاستروجين يقل الليفل بتاع الاف اس اتش يبدا ايه يا ولاد؟ يبدا يعلى. تمام؟ طب لما الاستروجين يقل ايه اللي هيبدا يعمله؟ اطلع جري على السي ان اس، يبدا يعمل ايه يا ولاد؟ مود تشينجز عند البنت ديت. انا برسم لك الرسمه ثاني، يبدا يعمل عند البنت ديت ديبريشن. طب لما الليفل بتاع الاستروجين يبدا يقل يا ولاد يبدا يعمل ايه؟ اطلع لي جري على الهارت واطلع لي جري على البلاد فيسلز يا جماعه. تمام؟ الاستروجين هرمون محترم، هرمون بروتكتيف، بيحمي البنت ديت. كان بيعمل ايه؟ كان بيعلي العالي ويوطي الواطي، كان بيعلي الهاي دنس لايبو بروتين اللي كان بيحمي البنت، وكان بيوطي الواطي اللو دنس لايبو بروتين اللي كان بيعمل اثيروسكلوروزيس. ما عنديش استروجين يا ولاد. يوم الليفل بتاع اللو دنس لايبو بروتين يبدا يعلى، والليفل بتاع الهاي دنس لايبو بروتين البروتكتيف يبدا ايه يا ولاد؟ يقل، وتبدا البنت ديت تبقى عرضه اكتر من غيرها ان يجي لها اثرو ايه يا ولاد؟ اثيروسكلوروزيس. مش كده بس، ده على مستوى البلاد فيسل يا جماعه بيبدا يحصل حاجه سبيسيفيك خاصه بالبنات دول. ايه هي الحاجه ديت؟ ان مره واحده دكتوره ده البلاد فيسل حصل فيه فازو دايلاتيشن بالمنظر ده كده، وبعد كده بدا يحصل فيه فازو كونستريكشن بالشكل ده كده. مش معنى يا جماعه الاستروجين دوت لما بيطلع على السي ان اس غير ان هو بياثر على الهايبوثالاموس، غير ان هو بياثر على المود تشينجز والكلام ده كله،
بيطلع جري على المضاد الأبرنجيه تمام على حته اسمها الهيت ريجوليتنج سنتر، ويبدا يا جماعه يعمل سبورت لهذا الهيت ريجوليتنج سنتر تمام، ويبدا يتصاحب عليه ويفضلوا اصحاب مع بعض من سن ال10 سنين اللي هي 9 13 سنه سن البيبرتون لحد سن ال50 سنه 40 سنه يا اولاد. الاستروجين طالع جري على الهيت ريجوليتنج سنتر، لو سمحت ظبط لي درجه حراره البنت ديت، لو سمحت ظبط لي درجه حراره البنت ديت 40 سنه يا جماعه تمام، وشهم في وش بعض 40 سنه متعاونين مع بعض، فول اوف سادن مره واحده يا اولاد الاستروجين ده اختفى، الهيت ريجوليتنج سنتر يا اولاد يبدا يحصل له انستابيليتي ولا لا؟ ولما يبدا يحصل له انستابيليتي مره واحده كوتينيوس فازو دايلاتيشن فولود باي فازو كونستريكشن تمام، كان الاستروجين موجود جنبه عمال يعمل له عمليه سبورت، لما الاستروجين اختفى مره واحده يا شباب بدا تحصل عمليه الريجولاريتي على مستوى الهيت ريجوليتنج سنتر اللي عند البنت ديت، فقول في صدن كده فازو دايلاتيشن، ولما البنت ديت تبدا يجي لها كوتينيوس فازو دايلاتيشن يا جماعه تبدا تحس بدرجه حراره عاليه ولا لا؟ يبدا البنت ديت يا جماعه يجي لها هيت سنسيشن، وعلشان في عندها فازو دايلاتيشن يبدا جسمها يعرف اللي يحصل لها سويتنج، وعلشان بدا يحصل فازو دايلاتيشن الضغط بدا يقع بدا يجي لها يا اولاد بالبيتيشن تمام، وتلاقي البنت ديت تيجي تقول لك انا حاسه ان في صهد في نار طالعه من وشي ورقبتي والابر ايه يا اولاد والابر تشيست تمام. الموضوع ده بيستمر مع البنت ديت لمده دقيقه دقيقتين بالكتير، وبعد ما يفضل موجود معاها لمده دقيقه دقيقتين يا اولاد يبدا الهيت ريجوليتنج سنتر يحس ان هو غلط في حق البنت ديت، يجي يقول لك ايه طب جري بسرعه الفازو دايلاتيشن اللي انا عملته انا عايز اعمل له عمليه ريفرسال، وبدل ما يرجع للنورمال يقلب بفازو ايه يا اولاد كونستريكشن، وتبدا البنت اللي كانت حاسه ان الدنيا ايه يا جماعه حر تمام وشغل مراوح شغل مراوح شغل مراوح هوب اقفل 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 انا عايزه ايه اتدفى، تبدا البنت دي تبدا تحس بكولد سنسيشن لدرجه ان بعض الاحيان يبدا يجي لها يا اولاد شيفرنج، الكلام ده كله على بعضه بنسميه هوت فلاشز او هوت فلاشز كده صح وكده صح، يبقى البنت دي تبدا يجي لها يا اولاد هوت فلاشز باليو او هوت فلاشز بالايه كده صح وكده صح، وابدا انزل لي تحت على العظم بتاع البنت دي. الاستروجين كهرمون محترم يا اولاد، كان بيوفر الكالسيوم ولا لا؟ كان بيزود الكالسيوم ديبوزيشن جوه العظم ولا لا؟ طب لما الاستروجين يختفي ايه اللي هيبدا يحصل؟ الاوستيوبلاست يا شباب هتبدا الاكتيفيتي بتاعتها تبدا تقل، والاوستيوبلاست الاكتيفيتي بتاعتها تبدا تعلى، لما يبدا يحصل بون ريزوربشن ولا لا؟ بون ريزوربشن ولا لا؟ ويبدا البنت ديت يحصل عندها مشكله اسمها اوستيو يا اولاد اوستيوبروزس اللي عظمها يتكسر تمام؟ طب دكتور لما الاستروجين دوت يبدا يختفي مش الاستروجين دوت يا اولاد كان الجروس هرمون بتاع الفيميل جينيتال تراكت وكان بيساعد في الديفلوبمنت بتاع البريست وكان بيساعد في الديفلوبمنت بتاع الفيميل جينيتال تراكت، انا ما عنديش استروجين يا اولاد، يبدا يحصل عند البنت ديت بريست اتروفي، يبدا يحصل عند البنت ديت اتروفي على مستوى الفيميل جينيتال تراكت، ولما يحصل عندها اتروفي يا اولاد الفاجينال ميكوزا تبقى سن ولا سك؟ ويبدا يجي لها فاجينايتس، الاندوميتريال سيكنس يبقى سك ولا سن؟ سن، ويبدا يجي لها سينايل اندوميترايتس، والسينايل اندوميترايتس دوت يوقع لك الاندوميتريال، يبقى الاندوميتريال هو بيقع يعمل عند البنت ديت بليدنج ولا لا؟ وده يعتبر الموست كومن كوز اوف بوست منبوزه اللي هي ولاد بليدنج. دكتور الكلام ده درس المنبوز تمام؟ مش تبص في الكتاب عندك خالص، انا بقول لك ايه يا دكتور؟ انا بقول لك فهم المنبوز علشان لما تيجي لي هنا تقول لي الديفينيشن من الرسمه ديت، تقول لي الكلينيكال بيكتشر او الاول هرمونال تشينجز من الرسمه ديت، تقول لي الانفستيجيشن، تقول لي الكلينيكال بيكتشر، تقول لي التريتمنت من الرسمه دي كده يا اولاد تمام؟ البنت ديت في معنى كلمه منبوز بيحصل عندها منسز ولا سيسيشن اوف منسترويشن؟ سيسيشن اوف منسترويشن، صعب الكلام؟ وبناء عليه المنبوز ده يعتبر ايفنت نوت بيريود اوف تايم، عكس المنبوز من اركي هناك، امال هناك عكس البيبرت يا اولاد حاجه اسمها يا جماعه كليماكتريك. دكتور يعني معنى كلمه كليماكتريك؟ قال لك في الديفينيشن انا عايز اعرف حاجتين، الديفينيشن بتاع المنبوز والديفينيشن بتاع حاجه اسمها يا جماعه كليماكتريك. مينو معناها منسز، بوز يعني ايه يا اولاد؟ توقف، يبقى المقصود بكلمه منوبوز سيشن اوف منسز، ويجي يسالك اخر السنه يقول لك يا بنتي عكس المنوبوز ايه؟ مناركين. طب البنت بتنام تصحى من النوم هوب مره واحده الاوفر يبطل شغل يا اولاد، ولا بيحصل جرادوال ديكلاين اوف اوفريان فانكشن؟ جرادوال ديكلاين، تيجي تلاقي بعض البنات دكتور البيريود كانت بتجي لي مره كل شهر، دلوقتي بقت مره كل شهرين، مره كل ثلاث شهور، مره كل ست شهور هوب قطعت، تمام؟ يعني الاوفر يا اولاد يوم ما بيبطل شغل بيبطل غالبا اول اوف سادن ولا غالبا جرادوال؟ في 70% من البنات بيبطل جرادوال تمام؟ فالجرادوال ديكلاين اوف اوفريان فانكشن يا دكتوره لما الاوفر ده تبدا الاكتيفيتي بتاعته تقل 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 تقل, تقل تدريجيا، دي بنسميها يا اولاد كليماكتريك. يبقى معنى كلمه منوبوز دكتور انا البريود بطلت تيجي،
هتنام تصحى من النوم تلاقي البيريود بطلت تيجي، لا ده بيحصل جرادوال ديكلاين جرادوال ديكلاين جرادوال ديكلاين. قبل ما البنت يجي لها المنبوذ بسنتين ثلاثه يا اولاد بيبدا الاوفريان فانكشن ايه تقل، دي اللي بنسميها كليماكتيريك. يبقى المقصود بكلمه كليماكتيريك هي عمليه جرادوال ديكلاين اوف اوفريان فانكشن. عكس الكليماكتيريك يا اولاد بيوبرتي، مش البيوبرتي كانت بتاخد من سنتين لخمس سنين عشان يحصل تشينجز، الكليماكتيريك سنتين لخمس سنين. الهرمونال تشينجز يا جماعه اللي بتحصل اثناء المنبوذ، حد يرد عليا، الاستروجين الاستروجين استراديول بي ال اف اس اتش بيبدا يعلى. والمين استروجين يا اولاد في البنات بعد سن المنبوذ بيكون هو مين؟ قلت لكم قبل كده ان احنا في عندنا ثلاث انواع من الاستروجين، في واحد بيطلع من الفات سيل، اثنين بيطلع من اوفري، ثلاثة بيطلع اساسا من البلاسنتا. البنت دي في سن المنبوذ في عندها بلاسنتا؟ لا. البنت دي يا اولاد دخلت سن المنبوذ الاوفري شغال ولا بطل؟ بطل. يبقى المين استروجين اللي موجود عند البنت دي يا جماعه هو ايه؟ اي واحد طالع من الفات سيل. يبقى ساتك لما تيجي تتكلمي في الهرمونال تشينجز يا دكتوره، اربع اسهم موجودين عندنا. السهم الاولاني الاستراديول اثنين بدا يحصل له ايه يا اولاد؟ يقل. الاف اس اتش ليفل عند البنت ديت بدا ايه يا جماعه؟ يعلى، وبيكون اكتر من 25 مللي انترناشونال يونت بير مللي. الصح يكون 35 بس الكتاب لسه كده 25. البنت ديت المين استروجين عندها هيكون مين يا اولاد؟ حد يرد عليا؟ اي واحد. نعم. انزل تحت في الانفستيجيشن هتلاقي كاتب لك 25. وده غلط وده غلط، امال الصح ايه؟ 35. فاهم الكلام ماشي ازاي؟ برضه في الانفستيجيشن 15؟ الانفستيجيشن 15؟ لا غلط 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 طبعا غلط خالص. مكتوب هنا 40 عادي. نعم؟ مكتوب 40 عادي. هنقول له شباب الاوفر دلوقتي يا جماعه ليه وظيفه ولا ملوش وظيفه؟ الوظيفه الاساسيه اتحاد. طيب خلاص دي كلينيكال بيكشر يا جماعه. البنت دي هتجي لها سيبروزس ولا لا؟ اسكيميك هارت ديزيز ولا لا؟ ديبريشن مود سوينجز ولا لا؟ جيتال تراكت اتروفي ولا لا؟ بريست اتروفي ولا لا؟ بص من بص عليها يا اولاد بليدنج. تمام. التريتمنت هناخده بكره باذن الله عز وجل بعد الفرصه. وعاد يا ولاد كل راوند كل راوند هو ممكن وعايز اجبركم.